تعالوا نشوف اول حاجه هنعملها رز بالشبت. الرز بالشبت هو ده الرز اللي احنا هنقدمه مع اكله السمك بتاعتنا النهارده. محتاجين له زبده، محتاجين له زيت، محتاجين له 2 كوبايه رز بسمتي او مصري، الاثنين ينفع مفيش مشكله خالص، تمام. وعندي فلفل اخضر مفروم، وعندي شبت مفروم، وبصلايه مفرومه، وملح وفلفل وكمون وورق لورا وحبهان. هقول مقادير مره كمان، محتاجين كوبايتين من الرز اي نوع مفيش مشكله، بسمتي او مصري، وعندي زبده وزيت وفلفل اخضر مفروم وشبت مفروم وبصلايه مفرومه وملح وفلفل وكمون ورق لورا وحبهان، تمام. هنروح بقى عند الحله بتاعتنا كده اللي احنا هنعمل فيها الرز. هجيبها كده هنا، احط فيها بقى شويه زيت كده، سخنت جامد معايا اهي، تمام. وهحط مكعب زبده واحد، يبقى حطيت شويه زيت ومكعب زبده واحد اهو بالشكل ده كده، تمام. وهبدا احط عليها البصلايه، اشوح كده البصلايه بتاعتي تشويحه حلوه مع شويه الزيت والزبده. هحط معاهم الحبهان وورق اللورا، كل الحاجات دي هتنكه لي الرز بتاعي، تمام. احط معاهم الفلفل الاخضر، ده فلفل رومي اخضر عادي، ممكن نعمله في الكبه، ممكن نفرمه على ايدينا، نحط كده مكعبات كبيره مكعبات صغيره مفيش مشكله خالص، هدي طعم حلو قوي للرز اهو. بصوا، هشوح البصلايه مع الفلفل ورق لورا وحبهان مع شويه الزيت وشويه الزبده بالشكل ده كده. عندي قرنين حاميين كده، انتوا عارفيني انا لازم ارمي اي حاجه حاميه كده في النص، فعندي قرنين كده فلفل حاميين، هحطهم زي ما هم مش هفتحهم، طبعا اختياري، حابين تشيلوهم حابين تفضلوا سايبينهم براحتكم خالص. لو في طبعا اطفال يعني وكده لا هتشيلوهم طبعا خالص اهو كده. بصوا بشوحهم، بحاول زي كاني بقلي شويه الفلفل بتاعي، يعني الفلفل بتاعي بحس شويه ان انا عايزه اقليه شويه في الزيت اللي موجود عشان ينزل كل الطعم بتاع الفلفل ده، هينكه لي الرز هيخلوه لي حلو قوي، تمام. بعدين بيديني احاء كده، عارفين الفلفل المقلي اللي احنا بنعمله مع البتنجان وكده بيليق برده مع السمك، فبيديني كده طعم حلو قوي في الرز. البس بس جلوفز كده وابدا اقلب البصل والفلفل ورق اللورا والحبهان، وحطيت كمان قرنين فلفل حامي بالشكل ده. بصوا كانهم اتقلوا شويه، انا مش عايزه اغير لون البصل، مش عايزه احمره، بس هما بصوا كانهم بيتقلوا في الزيت شويه. هحط بقى الشبت، هسيب بس شويه كده زين بيه اهو. بصوا الشكل ده كده، وهحط بقى معاه شويه البهارات اللي انا هبهر بيها الرز بتاعي. هحط كمون مش كتير عشان ما اغيرش لونه، وبرده الفلفل الاسود رشه بسيطه مش عايزه احط كتير اهو بالشكل ده كده. كمون كمان لما نزل ريحته طلعت بقت حلوه قوي. واحط الملح بتاعي، هملح المقدار بتاع الرز بتاعي، واحده كمان معلقه صغيره، وهقلب خلاص. بعد كده هنزل بالرز. الرز ينفع رز بسمتي، ينفع رز مصري عادي، اي نوع رز. انا هو استخدمت، كنت هستخدم بسمتي بس استخدمت اهو مصري عشان عارفه ان هو بيبقى موجود في كل البيوت عندكم اهو. هقلب بقى الرز كده بالشكل ده مع كل المكونات دي. حطينا الزبده، حطينا الزيت، حطينا بصلايه، وبعد البصلايه بدانا ننزل بالفلفل الرومي المتقطع وعليه الحبهان ورق لورا. حطيت قرنين فلفل حامي كده سلام زي ما هم زي ما انتم شايفين، وبعدين حطيت كمون وملح وفلفل اهو. طب بصوا
بعد بقى ما هنقلب كل الكلام ده مع بعض، شايفين حتى لونه بقى اخضر شويه. بعد ما هنقلب كل الكلام ده مع بعض هنحط الميه المغليه، هنفلفل عادي زي ما بنفلفل اي رز احنا بنعمله. تمام اهو، بصوا بنشوحه كده، بياخد سخونيه الزيت والزبده عشان نفلفله كده الاول اهو كده. وبعدين اجيب الميه المغليه عشان افلفله. بصوا لونه حلو جدا، انزل كده بالشبت. الكلام ده يعني بيغير جدا الموضوع عندنا لما بنعمل نوع رز جديد، ما حاجه بسيطه وبرده موجوده عندنا في البيت ونفس المكونات اللي موجوده عندنا في البيت، بس بتدي طعم كده وبتدي تغيير كبير على السفره. بصوا هقلب كل الرز كده مع الميه وهسيبه بقى عادي يتفلفل عادي. حط له بس شويه ميه كمان، هيبقى طعم حلو قوي، جربوه هيعجبكم جدا اهو. هنسيبه بقى كده يغلي غلوتين وبعدين هنوطي عليه يتفلفل براحته.